الآن دور السيد العضو. وين وصلنا؟ السالم سيد العضو سالم المال العازمي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نقول لوزير المالية بالإنابة الأخ الدكتور نايف الحجرف، يعني ما كان بدنا أن تكون في هذا الموقف، وأنا أستحلفك بالله كمواطن، مواطن كويتي، هل هذا البيان الذي قرأته مقتنع فيه؟ هل هذا البيان اللي تم إعداده من قبل الحكومة ومن قبل وزير المالية هذا البيان بس في الكويت مرتبات وميزانية وحقوق مواطنين، وسوينا في الميزانية وش عطينا للكويتيين، وشنو المنة اللي حنا عطيناهم، وشنو نقدر ناخذ منهم، وشنو بنسوي في الميزانية؟ هل هذا بس موجود في الكويت بس؟ دول الخليج سبقنا عطوا مواطنيهم زيادات وزيادات أعلى من الكويت، وعندهم مشاكل وعندهم بعض الأمور المتعلقة في الميزانية، بس أنتم بس إحنا الكويتيين تمنن حكومة الكويت هي الوحيدة في دول العالم اللي تمنن على الكويتيين أي زيادة. ليش؟ إحنا عطيناكم، إحنا راح يصير في زيادة، وإحنا الزيادة هذا راح تنقص منا، وهذا برميل النفط بس عندنا إحنا الكويتيين، غيره جميع دول العالم لا يوجد فيه هذا الأمر. هل أنت راضي عليه يا دكتور؟ والله أشك في ذلك يا دكتور، والله العظيم حطوها براسك فعلا يا دكتور، فعلا مثل ما قال أخوان حطوها براسك، لا طبنا ولا غدا شرنا. بيان الحكومة بيان إنشائي لا يستفيد منه حتى الشخص اللي في بداية عمله، بيان فاشل، بيان لا يمكن أن يكون يصدر من حكومة لديها مستشارين ولديها كوادر ولديها جميع الأمور المتعلقة في الميزانيات. نقول الحكومة هذا البيان لا يمكن السكوت عليه، وهذه الأمور اللي قاعد تسوونها لا يمكن السكوت عليها. الحكومة كأنها تقول في بيانها حنا اللي نسوي الأمور على كيفنا، احنا اللي نعطي الزيادات واحنا اللي ننقصها، احنا اللي نسوي الامور اللي نبيها، وانتم انتهى الوقت، انتهى الوقت. جزاك الله خير، انتهى الوقت، جزاك الله خير. يوافق المجلس اعطاء دقيقتين؟ تفضل دقيقتين. نعم، حنا من يحق لنا ان نقرر هذا الامر، اذا كانت الزياده لصالح البلد ولصالح المواطنين ولصالح الشعب الكويتي فنحن معها. نعم، نحن من نقرر، نحن من نراقب هذه الزيادة. الأخوة في الجمارك والأخوة في الخطوط الجوية الكويتية والأخوة في نقابة القانونيين والإعلام والصحة جميعهم مخطئين، بس الحكومة هي الصاحية. وعود من 2010 جلسنا على طاولة واحدة مع وزير المالية السابق والحالي ومع رئيس الديوان ومع وزير العدل السابق على أن تحل هذه الكوادر خلال 4 أشهر. من 2010 شهر 5 قالوا عطونا بس 4 أشهر لحل 37 كادر، ولحد الآن لم يحركوا ساكنة. نعم سوف تكون لنا وقفة، ونحن من هذا المكان نشكر جميع النقابات على تعليقهم لإضراباتهم هذا الأمر، ونقول لهم إذا لم تحل خلال أيام سنرجع للشارع ونحن معكم في هذا الأمر، لأن هذه الحكومة لا يمكن السكوت عليها، وقاعد تنهج منهج الحكومات السابقة، الحكومات اللي ضيعت البلد
ولا يزال أركان من الحكومات السابقة موجودة، أركان معزمة، لن نسكت عن هذا الأمر، وسوف يكون لنا وقفة حتى في الأيام القادمة، وسوف ننزل للشارع. إحنا نهديكم الأيام اللي طافت، ولكن إذا لم تحقق مطالبكم إحنا راح ننزل للشارع.